شيخ، هو انا عندي سؤال بس ما تاخذنيش يعني فيه. انا انسان عادي يعني، والله لا عالم ولا حاجه، بس انا عايز افهم هو لما ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا بني ادم مبسوطتان، ايه اللي يمنع التاويل وايه الدليل ان هو حتى مقدر الكون؟ حتى إذا أولت هنا، كيف ستقول في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما هو ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعني بيبقى أنت هتجي تتحرف في القرآن عشان أهواء الضلالة المبتدعة؟ لا انا والله طيب يعني يعني إذا فرضت، اتظلم. إذا قلت، إذا أولت في موطن وكيف ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما كيف ستؤول على التثنية؟ يعني ما دليل الذي يضرك؟ اللغة ان انا ما ينفعش لغة كده. ايه بس الضلالة اللي يضلوك عن سبيل الله؟ انت هتنفي صفات ربك، ستنفي صفات ربك. لا انا طيب مش امال ايه عايز بس كده، يعني، انا ما ممكن تضيعش سمعت وقتك من وقتنا، الشيخ ده ما انت راجل ما تضلش. ممكن اتصوت يعني، هو ده انا سمعت من يا الشيخ. حبيبي الله يبارك فيك، هي بدل الآية آيات، وبدل من الحديث أحاديث، عشرات الأدلة في الباب. طب معلش يا شيخ، هل ورد عن صحابي ان هو قال ان ربنا سبحانه وتعالى له يد ما كل في سلف كذا؟ الأمة على كده. أنت قرأت كتب الصفات، كل سلف الأمة هؤلاء الأشاعرة الضلالة، من يوم ما خرج الأشعار الضال هو الذي شذ عن أهل السنة. ما هو المشكلة يا شيخ ان هم بيقولوا خلاص احنا يا اهل السنة حبيبي، يا والجماعة، حبيبي لا داعي والسلفية للجدل. بيقولوا ان احنا اهل السنة ما والجماعة، تقول فاهم ولا سلفية، لا؟ ما تقول سلفية، قل المسلمون. قل المسلمون. ما هم الاثنين مسلمين. الاثنين في واحد مبتدع ضال، ما تدخلوش في سلك السنة الصالحين. مش انت فارق، مشتت يا شيخ. خلاص ما تخليك مشتت، انت متبع الشيطان. متبع الشيطان اعمل له يعني. النصوص امامك وانت ترفضها وانت تعبث فيها، هتشتت طيلة حياتك. اذا ما اذعنت لكلام الله وكلام رسوله هتشتت طيلة حياتك. طب معلش يا شيخ، مع اديني السلامة يا حبيبي. تنصحني بايه؟ انصحك باتباع القرآن والسنة، هذا الذي انصحك به. انا قلت لك اتبع ابي، اقول لك اتبع كتاب الله، اذكر لك الايه ترفضها، اعمل لك ايه؟ طيب ماشي والله يا شيخ. ما هو الايه، ما انت رافضها الان. ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه بل يداه مبسوطتان كلتا يدي ربي يمين مباركه. اقول لك ايه اكثر من كده؟ تمام يا شيخ، ربنا سلام عليكم يكرمك. واياكم.